بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا في دروس التلاميذ الأولى متوسط، والتلاميذ الأولى متوسط كما وعدناكم إكمال وإتمام الدروس. اليوم أنا مع الرياضيات، درس اليوم تاع الرياضيات الأصفار غير الضرورية. قد يتبادر إلى ذهن بعض الأساتذة ولا التلاميذ أنه درس سهل وبالتالي ما يركزش معه ويفوت عليه ممر الكرام، وهذا خطأ. لابد كل تلميذ كل درس تركز معه، وكل درس تفهمه مليح، وكل درس تحاول تحل أكبر عدد ممكن من التمارين فيه، لأنه الدروس متسلسلة. إذا كان عندك خلل ولا نقص في فهم هذا الدرس راح يدلك خلل ونقص في الدروس المقبلة ولا الدروس اللي راهي جاية مستقبلا. لذلك الأصفار غير الضرورية درس مهم، ركز فيه وفهمه مليح. لما نقول الأصفار غير الضرورية شا نفهم؟ نفهم بلي أصفار نحب نكتبها نحب ما نكتبهاش، غير ضرورية. لاحظ، لما نقول مثلا تلميذ تحصل على معدل 12، لاحظ معدل 12 هي في الحقيقة 12.00، لأن المعدل يكون بالفاصلة. إذا نقول تحصل على 12 ولا نكتبوها 12.0، نفس الشيء. إذا هذا مثال على الأصفار الغير الضرورية. نحب نكتب معدل 12 هكا، نحب نكتب معدل 12.00. إذا هذا الأصفار غير ضرورية، يمكن أن أستغنى عنها لأنها لا تمثل قيمة، ما عندهاش قيمة. الصفر قاعدة شا تقول؟ الصفر بعد الفاصلة لا قيمة له. لاحظ، الصفر بعد الفاصلة لا قيمة له. لاحظ، هذه قاعدة مهمة، بشرط يكون الصفر بدون أرقام. مثلا 13.0، 13.0 هي نفسها 13، لأنه احنا لما قلنا الأعداد الطبيعية قلنا كل عدد طبيعي حقيقته فاصل صفر. مثلا 5، هذه 5 حقيقتها 5.0. نحب نقول 5.0، نحب نقول 5، كيف. إذا الصفر بعد الفاصلة لا قيمة له، ما عندوش قيمة، نحب نكتبه نحب ما نكتبوش. طيب، لما تكون عندي أعداد طبيعية، عندي مثلا العدد 20، هل هو نفس عدد اثنان؟ لا، احنا قلنا الصفر بعد الفاصلة، 20 ما فيهاش فاصلة، 20 عدد طبيعي. اذا هذا الصفر ضروري، ما نقدرش نستغنى عنه. اذا 20 وحدها واثنان وحدها. وين نقدر نستغنى عن الاصفار؟ بعد الفاصلة. مثلا 35.0، هنا نقدر نستغنى على هذا الصفر. بينما في العدد الطبيعية لا، هذا صفر ضروري. طيب، كاين شيء آخر في العدد الطبيعية، مثلا 53، لما ندير صفر جهة اليسار منها، جهة اليسار الصفر هنا جهة اليسار ما عندوش قيمة، وإن كان ما كاش فاصلة هنا، لكن هنا هذا الصفر كذلك غير ضروري. نقول 53 هكا بالصفر ولا 53 هكا، كيف. إذا هذا الصفر لا قيمة له ولا يمثل شيء ضروري، إذا يمكن الاستغناء عنه، لأنه أحد عشرات مئات، هنا رقم المئات صفر، إذا لا يمثل شيء، تبقى لي 53، إذا هذا الصفر يمكن الاستغناء عنه. كذلك مثلا 7، هي نفسها 0.7، نفسها متساويان 7 و0.7، كيف. هذا الصفر يمكن الاستغناء عنه، لأنه راه مكتوب جهة اليسار ولا قيمة له، ما عندوش قيمة يمثلها، إذا هذا الصفر يمكن الاستغناء عنه. صح. مثلا 53.40، صح، 53.40، هل كاين صفر يمكن الاستغناء عنه؟ نعم، هذا 53.40 هي نفسها 53.4، كيف متساويان. لما قرينا في السنة الخامسة قرينا
كيف أقارن بين عددين؟ قلنا هذا فيه رقمين بعد الفاصلة، معنى هذا نزيد له الأصفار باش يولوا كيف كيف. إذن ها، إذن 53.40 ولا 53.4 كيف كيف. إذن يمكن الاستغناء عن هذا الصفر حتى نزيد له صفر آخر. ها 53.4 متساوية مع 53.400 كيف كيف، لأنه هذه نقدر نزيد لها أصفار. ها لأنه هذا الأصفار راهي بعد الفاصلة هنا بعد الأرقام. طيب ملاحظة أخرى، مثلا 7.30، 7.30 هي نفسها 7.3 كيف كيف متساويين هذا، لأنه هذه نقدر نزيد لها صفر. ها كيف كيف، ها زيد صفر هنا، 7.300 متساوية مع 7.3000، لأن الأصفار بعد الأرقام لا قيمة لها. إذن يمكن الاستغناء عن هذا الأصفار كامل، هي أصلها 7.3. طيب الآن لما تكون عندي مثلا 45.05، انتبه مليح، وعندي 45.5، هل يمكن الاستغناء عن هذا الصفر؟ لا. هنا نقطة مهمة، ركز مليح، إذا كان عندي صفر بعد الفاصلة وبعده أرقام، بعده أرقام 1 2 5 أرقام، هنا لا يمكن الاستغناء عن الصفر، لأنه هنا صفر راه عنده قيمة، راه يمثل، راه عنده قيمة، لأنه راه أرقام راه بعده. إذا 45.05 ليست متساوية مع 45.5، لأنه هذه نقدر نزيد لها صفر منها. إذا هل 50 مع 0.5 كيف كيف؟ لا، هذه أكبر من هذه. إذا لما يكون الصفر وبعده أرقام لا يمكن الاستغناء عنه، هذا الصفر هذا لا يمكن الاستغناء عنه، هذا ضروري، بينما هذا غير ضروري يمكن الاستغناء عنه. ركز معي، مثال آخر، عندنا مثلا 141.7 وعندنا 141.07، هل هذا الصفر يمكن الاستغناء عنه؟ لا، لأنه راه بعده أرقام، إذا كان صفر وبعده أرقام لا يمكن الاستغناء عنه. وأصلا 141.7 أكبر، هذه كبيرة على هذه، ما مش متساويين. إذن هذا الصفر لا يمكن الاستغناء عنه ضروري، لأنه راه بعده أرقام، الصفر بعد الفاصلة إذا كانت بعده أرقام لا يمكن الاستغناء عنه. بينما إذا كان في الأخير، كان منا كان في الأخير وما كاش بعده أرقام يمكن الاستغناء عنه، هذا يمكن الاستغناء عنه، حاب نكتبه حاب ما نكتبوش. طيب مثلا 34.09، يقول لك احذف الاصفار الغير الضرورية. هنايا ما كاش، لا يوجد صفر غير ضروري، شا قلنا اذا كان الصفر بعد الفاصلة وبعده ارقام يولي ضروري لا يمكن الاستغناء عنه. اذا هنايا ما كاش، هذا الصفر ضروري، لانه لو كان نحذفه نحيه تولي لي 34.9، ومشي كيف كيف 34.9 ليست متساوية مع 34.09، هذه أكبر من هذه. إذن هنا يا صفر ضروري لا يمكن حذفه. مثال آخر، 12.0، يقول لك احذف الأصفار الغير الضرورية. هنا يا نقول 12.0 ولا نقول 12 كيف كيف، إذن هذا الصفر غير ضروري يمكن حذفه، لأنه لا يمثل قيمة ولا يوجد بعده أرقام، ما كاش أرقام منه. تخيل
لو كان كانت عندي 12.05 هنايا لا يمكن حذف هذا الصفر لانه ضروري يمثل قيمه ولانه يوجد بعده ارقام 12.05 ليست مع 12 ماشي متساويه مع 12 وليست متساويه مع 12.5 12.5 اكبر من هذه لانه هذه كما قلنا هنا كاين رقمين اذا نزيد صفر هنا اذا 50 اكبر من 0.5 انتبه مليح طيب مثلا لاحظ 0.60 يقول لك احذف الاصفار الغير الضروريه طيب هذا جزء عشري عندنا جزء صحيح وجزء عشري في 0.6 هنا هنا كيف نقراها نحب نقراها 6.60 ولا نقراها 0.6 هذا الصفر غير ضروري هذا نحب نحذفه نحب نخليه كذلك الصفر اللي راه في الاخير هذا لانه راه في الاخير وراه بعد الفاصله ولا يوجد بعده ارقام ما كاش بعده ارقام اذا يمكن حذفه اذا هذه حقيقتها شيء هكا 6.6 هي نفسها 6.60 وهي نفسها 0.6 مثال آخر 43,500.00 انتبه يقول لك احذف الاصفار الغير الضروريه لاحظ كاين صفرين بعد الفاصله ولا يوجد بعدهم ارقام ما كاش بعدهم ارقام اذا يمكن حذفهم نقدر نحذفهم اذا هي اصلها 43,500 طيب هل يمكنني ان احذف هذا الصفرين لا لانه يمثلوا قيمه أحد هذا أحد وهذا عشرات هل 43,500 هي نفسها 435 لا إذن هذا الصفرين هذو ضروريان لا يمكن حذفهما بينما هذو اللي بعد الفاصلة ولا يوجد بعدهم أرقام يمكن حذفهم مثال آخر عندي 147 وعندي 0.147 هل هما متساويين؟ نعم متساويين هذا الصفر غير ضروري نحب نحذفه نحب نكتبه غير ضروري يمكن حذفه إذن هذا كل ما يتعلق بالأصفار غير ضرورية خليكم معنا رح نحلوا التمرين من كتاب المدرسي في الصفحة 17 صفحة 17 تمرين 11 نحلوا التمارين تاع الأصفار غير ضروري خليكم معنا طيب نمر لتصحيح التمرين أو حل التمرين رقم 11 من الصفحة 17 من الكتاب المدرسي الرياضيات سنة أولى متوسط الأصفار غير الضرورية أعطي كتابة الأعداد الآتية مع حذف الأصفار الغير الضرورية هذه الأعداد كي اللي فيها أصفار غير ضرورية نقوم بحذفها العدد الأول 200 هذا العدد هذا عدد طبيعي ماهوش عدد عشري ما فيش فاصل عدد طبيعي إذن عدد طبيعي وأصفاره راي بعد الرقم 2 إذن هذا ما فيش أصفار زائدة جميع أصفاره ضرورية إذن 200 تساوي 200 تبقى 200 لا يوجد أصفار غير ضروري طيب 0.7.5 لاحظ 0.7.5 هنا عدنا صفر زائد صفر ما نحتاجوهش ماهوش ضروري اللي هو هذا الصفر لأنه نقوله 7.5 ولا 0.7.5 كيف إذن هذا الصفر غير ضروري نحب نحذفه نحذفه إذن هذه تساوي 7.5 نحذف هذا الصفر غير ضروري طيب 34.09 لا يوجد فيها صفر غير ضروري جميع الأصفار ضروري هذا الصفر ضروري هنا انتبه مليح 34.09 ليست 34.9 لأنه 34.9 أكبر من 34.0 كما شرحنا في الدرس إذن هنا لا توجد أصفار غير ضرورية 340.40 لاحظ
عندنا جزء صحيح وجزء عشري. هل هناك أصفار غير ضرورية هنا؟ نعم، توجد أصفار غير ضرورية، لهذا أصفار اللي تجي بعد الفاصلة، بعد الأرقام 340.40 هي نفسها 340.4. كيف كيف؟ معنى هذا الصفر نقدر نحذفه. هل نستطيع أن نحذف هذا الصفر؟ لا، هذا ضروري لأنه يمثل مرتبة الآحاد هنا في الجزء الصحيح. إذن هذا العدد عندنا صفر غير ضروري واحد اللي هو هذا 12.0 هي نفسها 12، معنى هذا الصفر راه زائد 12.0 ولا 12، كيف كيف الصفر هذا بعد الفاصلة راه زائد، يمكن حذفه. طيب صفر 1678، عندنا صفر راه زائد هنا، هو الصفر هذا نحب نحذفه نحذفه. إذن هذا العدد يساوي 1678، هذا الصفر راه زائد. طيب 0.6، 0.6، طيب هنا عندنا زوج أصفار رمزيين، هذا الصفر نقدر نحذفه وهذا الصفر نقدر نحذفه. هذا 0.6 هو نفسه 6.6، نفسه 6.60 هي نفسها 6.6، إذن هذا الصفر راه زائد وهذا الصفر راه زائد، يمكن حذفهم. العدد الموالي 43.500، إذن الأصفار الزائدة هنا صفرين، هذا زود صفرين يمكن حذفهم، إذن هذا العدد هو نفسه 43.500، يمكن حذف هذا الأصفار اللي بعد الفاصلة. طيب عندنا 400.50680، هنا عندنا صفر واحد راه زائد اللي هو الصفر الأخير هذا، نقول 400.50680 ولا نقول 400.5068، كيف كيف، إذن هذا الصفر يمكن حذفه ويمكن إبقاؤه. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، كذلك الاشتراك في قناة، اللي عنده سؤال يخليهن في الأسئلة وسنجيبه إن شاء الله. بارتاجونا لا فيديو، لا يعطيكم الخير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.